نحن شركه اندور سيرفيسز، شركه سعوديه متخصصه في اتمته الاجراءات في الشركات بتقنيات الورك فلو والديجيتال سيجنشر والدوكمنت مانجمنت والاركايفنج، كل هذه من خلال منصة موحدة سهلة. سمعت عن جائزة ابتكر عن طريق أحد النيوزلتر اللي اسمها جريد، وصلني منهم إيميل وشفت أنه يعني أحد النقاط موجود فيه أنه كان آخر وقت للجائزة في تاريخ الفلاني، وأنا قدمت عليها وبناء عليه الحمد لله جاني القبول. أنا هدفي من المشاركة في جائزة ابتكر عدة أسباب صراحة. أول حاجة هو مشاركة الخبرات، أتعرف على المبتكرين ونحاول نحن نتعلم منهم ونستفيد من التجارب بحيث ان احنا نقدر نختصر وقتنا في مسيرتنا الابتكاريه.